ألو بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تمرين بسيط يعني مرقم مرقم نفس الوقت يبدون هذا اللاعب 4 ويبدي اللاعب 5 5 وهي 3 وهي 9 و4 وهي 2 وهي 8 فنشرح من جهة واحدة بنفس الوقت 4 يمر إلى 2 و5 يمر إلى 3 بلحظة وصول الكرة إلى 2 و3 9 8 يقدم سناب إلى 2 و9 يقدم سناب إلى 3 3 2 يلعب إلى 8 و3 يلعب إلى 9 9 يهيئ الكرة إلى 5 واللاعب 8 يهيئ الكرة إلى 4 ويتم التصويب من قبل 4 و5 يعني اللي لعب الكرة راح يصوب اللي بدأ بلعب الكرة راح يصوب عبارة عن حركة ربط بسيطة بها إسناد بسيط الإسناد هو من قبل اللاعبين 8 و9 حركات 8 و9 باللعب تقريبا تقديم إسناد للاعبين القادمين من الخلف وتهيئة الكرة لهم بدل المراكز المثلث يتبدل أما بعقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة وتكرر العملية. هاي الفعالية رقم 1 من هذا التمرين. تعطي راحة بعد عدد تكرار معين. يعني لو كل لاعب صور 3 مرات يكون ممتاز. كل لاعب. يعني 3 جولات راح تصير لكل لاعب. مرة يصوب مرتين ينتقل للمركز. فعدد جيد. تعطي راحة. وتكرر التمرين لكن تدخل عليه متغير المتغير يصير أما بحركة الكرة أو حركة اللاعب أما بحركة الكرة أو حركة اللاعب تعطي تكرار معين وتدخل بالفعالية الثالثة تدخل عليه متغير المتغير يزيد من صعوبة الفعالية أو يكون أما بحركة كرة أو حركة اللاعبين أو كليهما هذا هو اللي أعني التقدم بالفعالية تقريباً وراح أضع الفيديو وتشوف الفعالية الأولى وانت عليك تنظم الفعالية الثالثة ساحة التدريب لأن ساحات التدريب هي الصف الحقيقي للتعليم اليوم جمعة 17 بالشهر والصلاة على سيدنا رسول الله شكرا.